انضمت بمقطع اليوم اعضاء فالكون وباور عشان اخلص تحدي 100 حضن. اشترك. احنا الحين في البوليفارد متوجهين لمقر فالكون عشان نروح نحضن كل الاعضاء، فتابع المقطع الاخير وما تنسى لايك والاشتراك. زي ما تشوف دخلنا المقر في صوت اغاني مولع المكان، ما ادري ايش قاعدين يقولوا، امسك الكاميرا مان. فالحين راح نروح ندور الشباب واحد واحد ونروح نحضنهم. هذا هو المقر حق فالكونز الموجود في البوليفارد، مثل ما تشوفوا هذه المربعات هنا راح يكون كل مشهور، راح نروح نحضنهم. بالله كل واحد ما حط لايك واشتراك تعطيه بالطاوة هذه. ايوه اسمع، ايوه ما حط لايك واشتراك اعطيه كذا. طيب زي ما تشوفوا احنا واقفين عند المكسيكي، راح نرجع نسلم عليه زي ما شفتوا اخر مقطع لما كنا عند فالكونز سلمنا عليه. هذول الشباب وريهم هنا. ندخل نعطيهم الاحضان ونكمل السلسله باذن الله، راح نوصل 100 واحد وما في شيء راح نوقفه. يا حبيبي يا حبيبي بس ان شاء الله يعجبكم المقطع، وصل لك الاشتراك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ يا بعد انا قاعد اسوي سلسله، قاعد احضر 100 مشهور. بدات ابو فله، الحين باقي الشباب. حاب تكون منهم؟ اكيد. يا حبيبي يا رايد. يا بعد نورتنا. تقول لهم شيء؟ اي والله. اللايك اول شيء والاشتراك. لما نوصل 100,000. باذن الله توصلها باذن الله. السلام عليكم. الصورة دي. كيف حالك؟ قاعد احضن 100 مشهور زي ما تشوفوا الحين قاعدين نستنى عند اكثر ناس مطلوبين ما شاء الله في المقر، فهم مين؟ طبعا فراح نروح نحضنهم، فتابعوا المقطع الاخير لانه بتشوف اخر شيء مقطع شيء ما حد كان يتوقعه. كيف حالك؟ سهلا. اشتقنا نعطيك حضن. يا حبيبي يا بندر، مين احسن حضن هذا ولا اللي قبل؟ كل منهم؟ اي اكيد. يا حبيبي يا هذا والله لسه فيها واحد ثاني. يا حبيبي يعطيك العافيه. تشوف هنا المنظمين للاسف ما خلونا نصور المقطع مع عادل، فراح احط لكم مقطع قديم لما حضناهم. كيف حالك؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك. تعال. اهلا وسهلا. انا قاعد اصور مقطع، قاعد اسافر، يعني الحين انا سافرت 2000 كيلو عشان اشوفكم. تبغى تتابع هذا المقطع راح تلاقي رابطه في الديسكربشن. السلام عليكم. قاعد اصور سلسله، قاعد احضر 100 مشهور تقريبا. انت اخر واحد مشهور هناك من ابو بله، وانت اخر واحد. ايش رايك اخرب عليك سلسله ما خليك؟ يا حبيبي والله. يا حبيبي الله يسعدك. السلام عليكم. زي ما تشوفوا كأس العالم ورانا، وصلنا الحين رايحين نحضن أعضاء باور. فلا تنسى لايك واشتراك، بإذن الله بنوصل 100,000، ما أدري يمكن يكون موصلينها. فخلينا ندخل نشوف، اكتبوا لي أول واحد بالكومنتات مين تتوقعوا إنه نحضن. فيلا. طيب زي ما تشوفوا احنا الحين في مقر باور في البوليفارد. هنا زي ما تشوفوا أبو خليل وروب، وهناك فايروس، وهناك فارس وأبو السعد وكمستكة. فخلينا نروح عندهم ونبدأ نحضنهم. فيلا. السلام عليكم. كيف حالك؟ انا جيت من
انه شارك معي بالمقطع وما حضر بس قرر يحضر كل مقطع راهي يلا 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 اسمع انت المشروع 85 85 يلا طيب ان شاء الله يكون 85 يا طيب زي ما تشوف الحين قبل شوي حضرنا كمستك ابو السعد وفارس للحين باقي كمان كم شخص يكون شيء خرافي وصورنا مقطع مع كمستك بينزل كريم كان تحدي على 50,000 ريال ما اقدر احرق شيء اكثر من كذا ويلا خلينا نروح نحضر الباقي هلا والله هاي انا هاي يا اخي والله شكرا انك سعد ولكن يا اخي لو تشوف ما نقدر نحرق المقطع لسه ما نزل فانا جيت احضنك بس يا اخي عادي هذه السلسله الحين تقريبا 85 مشهور لفيت الكره الارضيه اي وانت منهم لا تقول لهم شيء حبيبي شو بدنا نخرج منين مشهور حبيبي لفيت الكره الارضيه حبيبي 85 مشهور انا فكرت اسوي هالفكره لكن قلت كثيرين والله والله سويها لفيت الكره الارضيه 85 كم رهيب اي 86 رهيب يا عمي يلا 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 السلام طيب والله سؤال ياك لك اليوم يا اخي اسمع تحدي ال 50,000 راح ينزل بقناتك مستك وراح تعرفوا ليه ما فزت اوكي هذا بس قوي واخذت فلوس بعد كم اخذت فلوس بس ما اقدر اقول مقطع ما نزل ما اقدر احرق اوكي بس انا جيت من اخر الدنيا عشان احضنك الحين احضن 86 مشهور انت 86 طب بالوخر لا يا عمي يا والله انت بفلح هون كل الناس والله الله يسعدك بس تقول لهم شيء ما ابد اشتركوا والله بالعافيه يلا شوف سلام سلام حبيبي الحين خلص شفت الاول للاسف باقي ناس ما حضناهم وفيرفول ابو نوح واحمد شو شونغ ان شاء الله بشفت الثاني راح ندخل عندهم ونحضنهم فكمل المقطع للنهايه ولا تنسى اللايك والاشتراك شباب هذا كان واحد من التحديات الموجوده في مصر واحد من الناس اللي انخلق واحد الحين دخلنا رايحين نحضن اتوقع كنت ما راح اقول لكم عشان احرق عليكم فينسنا من يجوا فاي ثانيه راح يطلعوا فالحين راح نحضن فايروس السلام عليكم كيف حالك؟ هلا والله قاعد اسوي سلسله قاعد احضن الناس قيمه 95 واحد حاب تكون منهم؟ كم باقي لك عندي؟ باقي خمسه باقي خمسه؟ ايه يا حبيبي بس باقي اربعه مين تبغى الاخر اربعه اللي تضبطنا؟ حضنت كل الاعلام باقي الاربعه اللي ما جو احمد شوف شونغ وريان وركات هذول ما حضنتهم فاشطر رحت فالك؟ اي باقي هم الاربعه عندك تضبطنا؟ والله ما جو اليوم اي طيب عندك تضبطنا بعدين؟ إذا جيت مرة ثانية أبشر. حبيبي والله. شكراً حبيبي. حيكم كيف حالك؟ هلا والله اسمع أنا قاعد أسوي سلسلة أحضن 100 مشهور. إيش؟ قاعد أسوي سلسلة أحضن 100 مشهور. الحين 96 مشهور. إيه. حبيت تكون منهم 91؟ إي 91 يا حبيبي يا حبيبي. أبو نوح. 92 مشهور. إي يا حبيبي أنت شراعي يا حبيبي يا حبيبي. بتقول شيء المقطع؟ أبد لا تنسى اللايك والاشتراك. أهم شيء. هذا يكون دن شكراً لكم شكراً مقطع ثاني. السلام عليكم. واليوتيوب قاعد ينصحك انك تتابع هذه المقاطع اخر مقاطع نزلت في قناتي انها راح تعجبك